جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم قضاء السنن غير سنة الفجر؟ السنن لا تقضى إذا فات وقتها، أنها سنة فات محلها، إلا راتبة الفجر. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من رآه يصليها بعد الفجر، نعم، وذلك لأكدية ركعتي الفجر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في بعض أسفاره هو وأصحابه لم يوقظهم إلا حر الشمس، صلى راتبة الفجر قبلها ثم صلى الفجر. أيضا مما يقضى من النوافل صلاة الليل والوتر، إذا نام الإنسان عن ورده في الليل وعن وتره فإنه يستحب أن يقضيه من النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن يشفع وتره. وأما القنوت فإنه سنة، القنوت في الوتر سنة، إذا تركه الإنسان فإن وتره صحيح، وإن أتى به فهو أفضل.